البواري. انا بركز على الصحه الاولى يعني مش ضامن تبني مركز مثلا مركز مصاحب جامد مثلا اسمع منك مش عم بيصير تماما انا قال لي طالب اللي يكون دكتور ريكشن معي والبرنامج الرعايه النفسيه ونرجع بس بالاول برجع اقول انا حابب انه اسمع نحن عم نشوف انه العدو الاسرائيلي وبالعدوان اللي عم بيقوم فيه خاصة على المناطق المدنية وعلى حتى مراكز الإيواء ومنها يعني الاعتداء اللي صار في الوردانية من فترة قريبة للأسف هذا عم بيخلي انه يكون في اعداد اكبر من النازحين اللي عم يجوا وحتى يمكن نحن هلأ بهذه المنطقة تخطى عدد النازحين يمكن 100,000 نازح في هذه المنطقة لأهلنا أنه بالنهاية هيدي الخدمة حق. مراكز الرعاية الصحية الأولية هي عم بتكون خط الدفاع الأول في القطاع الصحي مع أهلنا النازحين هنالك أعداد كثير كبيرة يعني إن كان بمراكز الإيواء أو غيرها طبعا هيدي عم نوصلها نحن عبر العيادات النقالة واللي عم بتقوم بتأمين الدواء والمستلزمات أكيد هنالك تحديات أكيد هنالك بعض الأدوية اللي يعني خبرونا عنها اللي بحاجة تأمين كميات أكبر وخاصة للأمراض الحادة نحن مقبلين على الشتاء نحن يعني ممكن نشوف بكرة يعني حالات أكثر من يعني التهابات التنفس الحادة أو كذلك الإسهال أو غيرها إلى علاقة بالغذاء وهذا اللي الوزارة عم تشتغل عليه أزمة النازحين بوزارة الصحة واللي هو عم بيساعد بموضوع تأمين الاستشفاء نحن